الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه ثم ركبه على عظم ولحم وجلد ودم وعروق متفارقة لا يعلمها إلا الله. فلما استقرت الروح في رأسه ووصلت إلى جحوره أسكس فألهمه الله في أن قال الحمد لله. فهي أول كلمة قالها آدم. فنداه مولاه يا آدم يرحمك الله. ورفع السماء بقدرته وبسط الأرض بحكمته أن له الخلق والأمر فتبارك الله. أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا لا بلوى لمن تهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التي قائلها من عذاب الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو رسوله سيد أنبيائه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول سيد السنة العظيم القادر الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلامة دائمين متلازمين إلى يوم عرفه ولقائه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس يعلموا أن مجد بعضنا كثر همه وشقاه فسعيد من هو مولاه وشبي من باع أغراضه بطياه. فكم أرد إنسان حتى أدركه الموت ووفاه. فمن لم يتعظ بالموت فلا وعظه الله. أين آدم الذي خلقه واصطفاه وجعل الجنة منزله ومأواه؟ أين نوح الذي وهبه الله عمرا طويلا ومن الموت ما أفاه؟ أين موسى الذي كلمه الله على جبل الطور ونجاه؟ أين داود الذي ألان ذاك الحديد وبنعمته أرضاه؟ أين سليمان الذي وهبه الله ملكا لا ينبغي لأحد سواه؟ أين عيسى الذي كان يقرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله؟ أين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أسرى به وقرأه وتلاه ولم يكن أحد أعز منه على مولاه؟ فلما قرب رحيله وتنت منه الوفاء دخل المسلمون فلم يجدوا من يقوم بهم الصلاة. فلما سمع ضجيج المسلمين رفع طرفه مناديا مولاه يا من يجيب المضطر إذا دعاه خفف عن نبيك محمد بلواه حتى يودع المسلمين الصلاة فصال بهم جالسا. فكانت آخر صلاته من تياب الحديث خيركم من طال أمره وحسن عمله وشركم من طال أمره وساء عمله. 一切赞颂，循规曾祖。曾祖用泥土创造了阿丹，并赋予他纷争的体型，然后他又秉持屁屁的骨骼、肌肉、皮肤、血液和四通八达的脉络。对此，只有曾祖知晓。当灵魂稳固的头颅到达其脑门时，阿丹打了一个喷嚏，于是曾祖给他启示：一切赞颂，循规曾祖。 这就是阿丹出生过去的第一句话，然后他的养母又呼噜他说：“阿丹啊，愿真主赐福于你，凭借真主的能耐苍穹升起，记录真主的智慧大地展开，真的创造和命令指挥真主做事，都不在真主。”那么，你们应当知道，谁追逐经史，其烦恼和不幸更多。 幸运者就是那些顺从真主的人，不幸者就是那些为今日
和出卖后世的人，有多少人醉生梦死，直至死亡仍未清醒？凡不以死亡为戒的人，就不会得到真主的劝导。真主曾经创造、选拔，并以乐园为其安身之地的阿丹所在。真主让他承受，赏其安全逃脱死亡的诺亚所在。在希腊山上，真主与之密谈的穆萨所在。钢体在其手中游刃有余，真主并以自己的恩泽使其满意的达乌的口在。真主把任何人不该拥有的权利赏赐给他的苏莱曼口在。能依真主的旨意治疗天然盲白癜风，并能复活死人的奥萨口在。真主使其登霄逆行，真主与其亲近无比。在真主看来，任何人的荣耀不能与其比拟的我们的先知穆罕默德·阿里斯兰姆所在。当穆萨·阿里斯兰姆的寿期临近，即将归真时，广大穆斯林纷纷来临，竟无人带领他们礼拜。然后，当穆斯听见大家的喧嚣时，微微睁开眼睛，向真主在阿里祈祷：“对总护者有求必应的真主啊，求你减轻你的先知穆罕默德·阿里斯兰姆的痛苦吧。”所以他用礼拜来告别自己的同胞。于是穆萨莱斯兰姆并坐着带领大家比较拜，这便是穆萨莱斯兰姆在今世做的最后一番拜功。圣君，你们中最优秀者就是年纪大而干干多的人，你们中最恶劣者就是那些年纪大而恶贯满盈的人。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونعوذ بالله من المشاركه والمشاكله لسائر البشر ونشهد ان سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله ونبيه واعتبره واعلم ان الله تعالى صلى على النبي قديما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وامرا حكيما نبيا لكم وتعليما وتشريفا لفضل نبيه وتعظيما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم غفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين عباد الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم والله سبحانه وتعالى آمين.